التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني الاستاذ عماد ابو الروس. اهلا بكم استاذ عماد الى هذه الجوله الاخباريه. يعني مقتل فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لغزه، بدايه كيف تنظر لتوقيت هذا القصف؟ وهل هذا القصف يعني ردا على ما حصل للمستوطنين الاربعه الذين قتلوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت تقصد الجنود الاربعه ولا الجنود الاربعه؟ نعم الاربعه. نعم طبعا، عملية المقاومة بالأمس كانت بعيدا عن سياقها أو ظروفها تأتي طبعا في سياق الرد الطبيعي على العنجهة الإسرائيلية والبطش الإسرائيلي المستمر تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طبعا منذ إعلان ترامب بإعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 20 شهيد فلسطيني في قطاع غزة، إضافة لمئات الجرحى الفلسطينيين طبعا لوحدها، في هبات القدس الفلسطينية من عمليات إطلاق نار اتجاه المواطنين العزل على شريط الحدود مع قطاع غزة. لذلك في عملية المقاومة تأتي في ذلك السياق. طبعا الاحتلال اعتبر بأن هذه العملية عملية غير مسبوقة منذ عام 2014. طبعا ردود، طبعا وسع الاحتلال الإسرائيلي ردود أفعاله اتجاه ما حدث، ما يقارب 18 هدف من أهداف المقاومة تم قصفها بالأمس. نعم. طبعا بالتاكيد قبل ذلك اعلنت كتائب القسام بانها لن تقف مكتوفه الايدي على اي تصعيد اسرائيلي تجاه قطاع غزه. طبعا صاحب ذلك تغيير في قواعد الاشتباك، وخاصه بان الاحتلال الاسرائيلي يسعى للتفرد بواقع قطاع غزه جويا. طبعا من كتائب القسام تصدت اطارات الاحتلال الاسرائيلي عبر الاسلحه الثقيله. طبعا ممكن قراءة الأمر بهذا السياق. نعم. أن عملية المقاومة تأتي في رد طبيعي على انتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، إضافة لرد المقاومة كذلك على عمليات القصف التي تتم، تأتي في إطار عدم تفرد الاحتلال في أي استهداف يأتي لقطاع غزة. نعم، هناك مراقبون يقولون من الممكن ربط القصف الصهيوني على غزة بقضايا فساد لرئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو، بأن هناك أخبار طبعا تحدثت عن اعتقال اثنين من المقربين له بتهم فساد اليوم. هل من الممكن ربط هذه العمليات الصهيونية الجديدة مع تهم الفساد للضغط عليها؟ طبعا أنا يعني لا أريد أن أعلق عن التهم بالتحديد، لكن نتحدث عن سلوك ليبرمان. ليبرمان الآن هو رئيس الوزراء بالإنابة حاليا في ظل غياب نتنياهو عن الساحه الميدانيه، المتواجد الان في بايرن ميونخ في مؤتمر الامني في بايرن ميونخ. نعم. طبعا اضافه للواقع الذي يعيشه نتنياهو وسط اتهامه بالرشاوى، يعني ليبرمان يحاول اظهار نفسه في طريقه التعاطي مع التطورات الميدانيه. طبعا هدد اليوم بانه سيقوم بعمليات اغتيال لمن قام بالعمليه البطوليه التي حدثت بالامس. طبعا ياتي في اطار سلوك ليبرمان نفسه مستغلا للواقع الذي يعيشه نتنياهو في اطار موضوع الرشاوى التي التي يتهم بها. نعم، هناك من يرى بان الغارات الصهيونيه هي مقدمه لاجتياح القطاع. برايك هل الظروف الدوليه أو الإقليمية مهيئة لهكذا تحرك من قبل الاحتلال؟ طبعا يعني يدار حاليا طبخة واضحة لتصفية وتسوية القضية الفلسطينية، وباعتقادي بأن أي عمليات مواجهة مع قطاع غزة سيكون عائق في ذلك. لا أعتقد بأن الاحتلال الإسرائيلي يرغب بأي توسعة الهجوم على قطاع غزة، هو يريد أن يتبع سياسة الردع مع قطاع غزة. إضافة لعدم رغبة المقاومة في ظل بأن الأفق في قطاع غزة باتت مأزومة جدا جدا، ولا يوجد أيضا سبل لفك الحصار عن قطاع غزة، وأيضا يعني المقاومة تقتنع تماما بأن أي تصعيد إسرائيلي لن يجلب قطاع غزة أي انفراجة. لذلك لا أعتقد بأن ذلك سيقود لأي مواجهة إسرائيلية. نعم. اما لكن الظروف قد تتغير، يعني بالرغم من الطرفين قد تتغير وتتجه او تتدحرج باتجاه مواجهه شامله الفكرة اذا حاول كل طرف تغيير قواعد الاشتباك بالطريقه التي يريدها. الاستاذ عماد ابو الروس المحلل السياسي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.